يا الله، هذه مقبرة خزيمة يا جماعة. هي الأول، ذي الثاني، ذي الثالث، ذاها مطروح لحالة، ذكوها لحالة لحالة مع حد ذي قبرة. يا الله يا رب. رحمة الله عليهم جميعا. ركزتم على آخر واحد؟ آخر واحد ما فيش معاه اللي يقبر معاه وينزل، كان منتظر او احد يجي يساعده ويمد اليد العون انه ينزل معاه الجثه للقبر، ما حد جزم يروح عنده. هذه هي الحاله في صنعاء. لا تقول ليش متوكل، ولا تقول لي وزاره صحه وعصابه، انتم لا تفهموا. الجماعه اليوم المتوكل طلع يقول لكم وبكل صراحه وباللسان حقهم الاعلاميين والمطبلين ان احنا بنستحمركم، انتم عارفين ان في كورونا لكن بنقول ما فيش كورونا. ما حد يتجرأ اصلا انه ينكر الموضوع هذا. لكن الفيديوهات في صنعاء والمقابر والصور وغيرها يشتي، يعني هو يقول لكم كذبوهن، لا تصدقوش الجثث اللي تنزل، هذا هم تمثيل، هم ناس بيمثلوا وبينزلوا جثث بلاستيك عاج حراي وعاج. لا ينزلوا مستشفى الكويت، لا يقول لكم ان ما فيش احد هناك اصلا، المستشفى تمام والامور سابره، وفي جماعه فيها زكام وهذا الامور سابره. يعني شغل عصابه. ايش انتم كنتم منتظرين من هذا الرجل ان يطلع ان يقول لكم؟ اذا كانت او كان هم معتمدين على السرق والنصب والنهب باسم الضريبه والزكاه، وهذا الموسم موسمهم، ايش يطلع يقول لكم؟ يقول لكم ان في كورونا معناته انه لازم، يعني قوانين دوليه انه لازم يسكر المحلات والأسواق والمساجد والمولات وغيرها وغيرها وغير. يعني لو اعترف وطلع قال لكم كذا معناته أنه لازم يسكر، وإذا سكر معناتها إيش؟ معناتها قطع الرزق. هل فهمتم؟ الرجال بيقول لكم ما فيش كورونا بالرغم إن سنحان وما جاورها موبوءة ومنكوبة. الرجال بيقول لكم ما فيش كورونا ومستشفى الكويت مليئة مليان وغيرها من المستشفيات مليانة كورونا. الرجال بيقول لكم ما فيش كورونا إلا حالتين والحارات لا تنغل، بس ما عاد أحد جزم يروح أو يعلن إنه مريض أو يقول إنه مصاب، إنه خايف إنه يجوا له بالطقم. ما قد لقيش دولة، هذا شغل عصابات إنه يجوا بطقم يبزوا المريض كأنه مجرم، ولكن إنه مصاب مريض. بالله عليكم ايش انتم متوقعين من عصابه؟ احموا انفسكم، لا تصدقوهمش، احموا انفسكم. العيد جاي والنكبه الحقيقيه عاد بتكون يوم العيد اذا ما فيش وعي، اذا ما فيش انسان يستخدم مخ. عاد احنا بنتسالم بالاحضان والازغان والاخشام والاقدام، يعني نحاضن لما كل واحد يدخل القفص الصدري حق الثاني. ما بش داعي للسلام في العيد. السلام تحية أبلغتوا وفي القلوب، استخدموها هذا الأيام. كل واحد يسيبها، ما بش عوادة ولا عسب ولا ما فيش من هذه الحاجات. هذا إذا اشتيكم إنكم تقوا أنفسكم وأهلكم من المرض هذا. ولا استمعوا لطه المتوكل وتوكلوا على الله والحقوا من جزر اللاحقين. إحنا قدلنا 3 شهور نقول لكم ونتمنعكم، لان احنا عايشين في دول عاشت المرض هذا. انا في دولة في الولايات المتحدة الامريكية في اكثر من 1.5 مليون مصاب و70 ألف او 84 ألف قتيل. فاحنا بنصيح من حرقة وحب، لا تدخلش تعلق وتجي تكارح. يا انا مانيش مرتاح ان انا انزل خبر مثل هذا. لا والله، هو حبا فيكم وتقديرا لكم وخوفا عليكم. ولا يا اخوك الباب قدامك، توكل على الله والله يسهل على الجميع. هذا نصيحة واتمنى ان تأخذوها واتركوكم من العصابات. المتوكل وغيره اتركوكم، والله العلي العظيم انهم عارفين ان صنعاء فيها اكثر من 3000 حالة، لكن لو يقولوا هكذا لابد انهم يغلقوا غصبة عنهم، ويعني قوانين دولية. لكن ما يشوش يغلقوا، طلبة الله. السيد يشتي حق البردقان، البردقين
والهذا يشتو من اينه؟ والعماير الشي تطلع وين؟ من اين؟ الجسور والصبه ولا من اين؟ كيف؟ كيف بيعيشوا؟ عقلوا. تحياتي لكم اخوكم اسماعيل الجهمي.